وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر اتفاقيتين استثماريتين، الأولى مع لجنة منحة المملكة العربية السعودية للمساهمة في دعم الشركات الناشئة والمشروعات متناهية الصغر بقيمة إجمالية تقدر ب 250 مليون جنيه في إطار مبادرة فكرتك شركتك بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية. ووقعت الوزيرة الاتفاقية الثانية مع المجموعة المالية هيرمز للتأجير التمويلي في إطار تمويل مشروعات ريادة الأعمال أيضا. وأضافت نصر أن الاتفاقيتين تدعمان قطاع الرعاية الصحية والنقل التشاركي بالإضافة لتمويل محطات الطاقة الشمسية للمصانع الصغيرة.